جابوا لي الفلاش من غابات افريقيا وقالوا هذول من بني اسرائيل. هي في حد يصدق وقاعد يبحث عن الاجناس؟ بقى انا ناكدكم ان القرعان يمنيين وان الامهريه في يمنيين وان سكان الهضبه الحبشيه كلهم يمنيين، وناكدكم ان التبو يمنيين والطوارق يمنيين والصغاوه يمنيين، كل هذه القبائل. لكن لو تمشي الان لمن؟ للأمهرية ولا وتقول انت يمني ولا التقراي ولا تمشي للزغا، ممكن يضحكوا عليك يقول لك حتى كان هذه موجوده خراف، شو دخلنا؟ عالم انت يعني، احنا هنا خلاص زنوج زنوج مثلا، احباش احباش. جو الاسرائيليين قالوا لا، هاي قبيله فلاش من بني اسرائيل، امشوا لفلسطين ارض الميعاد. الخزر يعني قوم ما لهم علاقه ببني اسرائيل ابدا، جابوهم من حتى نحن هنا في شمال افريقيا في الاصل مهاجرين، نحن اتينا من الجزيره العربيه منذ 1000 سنه، وبعضنا جاء منذ 5000 سنه. يعني ما يسمى بالعرب البربر او الامازيغ هم عرب هاجروا من الجزيره العربيه من 5000 سنه، والعرب الذين جاءوا مع الاسلام هم الذين لهم 1000 سنه. هذه الهجره خلقت هالشعوب الموجودة الآن في شمال أفريقيا. كلمة بربرية ليست يونانية، وهي كلمة عربية، بر بمعنى الابن في اليمنية القديمة، بر ابن البر، البراني ابن البر. ثانيا، وهذا ما أثبته في كتاب يسمى تجديد النظر في علم الاشتقاق، أبطلوا العلم الرسمي اللغوي أن اليوناني واللاتيني أصل اللغات. أنا أبطل هذا، عندي قاموس 15,000 كلمة في 11 لغة، أكثر من 2500 كلمة يونانية كلها عربية أو فينيقية. العربية أقدم والآن مثبت عربية قبل 1000 سنة قبل المسيح، مع اكتشفنا المسند اليمني، هي أقدم من اليوناني، أقدم من اللاتيني.